السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنخلص مع بعض بإذن الله المنهج بتاع كوارتر 3. لسه بنتكلم على الإلكتروليسيس، واتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الإلكتروليسيس بالنسبة للمولتن سولتس أو المولتن إلكترولايتس. خدنا إكزامبل عليه الصوديوم كلورايد، وخدنا إكزامبل تاني عليه الليد برومايد، وقلنا ان مفيش كومبيتيشن هنا، بيحصل الكاتاين بيروح للكاثود والاناين بيروح للانود، وبيحصل اوكسيديشن ريدكشن رياكشنز، وبنعرف نعمل كولكتنج لكل اليمنت لوحده بعيد عن التاني. وبعدين اتكلمنا عن الاكوا سوليوشن. بقى قلنا الاكوا سوليوشن هيحصل كومبيتيشن ما بين، خدنا اكزامبل الصوديوم كلورايد، وما بين الموليكيولز او الايونز اللي موجوده في الووتر اللي هي الاتش او اتش. والنهارده عايز اخد اكزامبل تاني على الموضوع ده، فبقول تعالوا نجرب الاكوا سوليوشن اوف الكوبر سلفيت. كوبر سلفيت ادي CuSO4، تعالوا ندخلها عندنا في الالكترودز بتاعتنا اهي. ادي الالكترود الاولاني وهخليه ده النيجاتيف الكترود، وادي الالكترود الثاني وهخليه البوزيتيف الكترود، وهحط الالكترولايت بتاعي اللي هو الكوبر سلفيت، ومعاه الووتر موليكيولز لان احنا شغالين في الاكوا سوليوشن دلوقتي. اتفقنا المره اللي فاتت ان لو حصل كومبيتيشن عند الانود، لو انا جيت كتبت هنا، انزل تحت كده سنه، لو كتبت عندي هنا عند الكاثود، هو مين اللي هيشتغل عند الكاثود؟ عندي يا اما الكوبر هيحصل له ديسشارج، يا اما الهيدروجين هيحصل له ديسشارج. اشوف مين مور رياكتيف ذان التاني، هلاقي ان الهيدروجين مور رياكتيف ذان الكوبر في الكيميكال رياكتيفيتي سيريز. معنى كده ان الكوبر هي اللي هيحصل لها ديسشارج. يبقى لو انا عايز اكتب الرياكشن بتاعتي عند الكاثود، هقول ان الكوبر اللي طبعا اتحولت لايون لما شغلنا الالكتريك كارنت اللي كوبر 2 بلس، حصل لها ريدكشن يعني جيند الكترونز فتحولت الى كوبر في الحاله الاليمنتال بتاعتها. وعند الانود لو عايز اشوف الكومبيتيشن اللي هيحصل، هلاقي الكومبيتيشن بيحصل ما بين السلفيت ايون SO4 والاو اتش. واحنا خدنا الارينجمنت بتاعهم المره اللي فاتت، قلنا ان انا لو عندي هالوجين هو اللي هيطلع الاول، لو ما فيش هالوجين يبقى الاو اتش هي اللي هيحصل لها ديسشارج، والسلفيت هي اللي هتتبقى لان هي من الريست اوف ذا بولي اتومكس. فلما هعوز اكتب الرياكشن اللي عند الانود، هقول ان الهيدروكسيد اللي عليه الماينس هو اللي هيحصل له اوكسيديشن يعني هيفقد الكترونز، هيديني، ودي رياكشن بقى لازم نبقى عارفينها كويس، H2O plus O2 plus 4 electrons. وخدوا بالك عشان الرياكشن دي معموله في الكتاب غلط، ال 4 electrons معموله في ناحيه الهيدروكسيد وده مش صح، لان طالما بيحصل اوكسيديشن يبقى لازم اكتب الكترونز في الجزء بتاع البرودكتس. وهعمل هنا 4 اسف، وهنا 2 عشان اعمل بالانسنج للايكويشن دي. طب ليه عملت بالانسنج للايكويشن دي؟ لان الهيدروكسيد ما ينفعش تبقى اليمنت او اتوم لوحدها كده، لازم لما يحصل لها حتى اوكسيديشن وتفقد الالكترونز هتتحول لحاجه تكون ايه، يعني ماسكه نفسها زي الووتر موليكول والاكسجين والاكسجين موليكول كده. طيب الايونز ليفت اللي عندي هتبقى ايه في الرياكشن ده؟ هتبقى الايونز ليفت هكتبها هنا كده اهو، هتبقى الهيدروجين ايون بلس الاس او 4 ايون، دول اللي هيتبقوا في السوليوشن عندي. كده ابقى خلصت الالكتروليسيس بتاع المولتن وبتاع الاكوا سوليوشن. وهاخد بقى اخر حاجه عندي في المنهج بتاعي في الكوارتر ده اللي هي الالكتروبليتنج. ايه بقى قصه الالكتروبليتنج بسرعه كده؟ الالكتروبليتنج دي يوزنج الالكتريسيتي عشان اعمل كوتينج لميتال باي انذر ميتال، يعني عايز اعمل كفرنج اوف ا ميتال باي انذر ميتال. وده بيبان قوي معايا في الحاجات المطليه بالذهب والمطليه بالفضه والكلام ده كله. انا بيبقى عندي حاجات ستينلس ستيل
ببقى عايز اديها ميه ذهب او ميه فضه او اديها اليمنت يعني ميتال تاني ممكن يمنعها من الكوروجن او حاجه زي كده، فانا بجيب السورس بتاع الالكتريك كارنت بتاعي وبوصل الميتال اللي انا عايز اعمل بيه كوتينج هحطه كانه هو الانود بتاعي. الانود بتاعي هيبقى الميتال اللي انا عايز اعمل بيه الكوتينج او البليتينج. لنفرض هنا ان انا عايز اعمل اطلي معلقه بالفضه، فانا اقول ان انا احط هنا الفضه اللي هي السيلفر اللي هي الاي جي، يبقى الانود بتاعي هيبقى متكون من اي جي خلاص، والكاثود بتاعي هحط فيه المعلقه اللي انا عايز اعمل لها بليتنج، وهيبقى الالكترولايت اللي عندي عباره عن الكترولايت اوف ذا سيم ميتال اللي انا عايز اعمل بيه بليتنج اللي هو الاي جي. ده الالكترولايت بتاعي اي جي ان او 3. ايه اللي هيحصل بقى عندي لما هشغل الكتريك كارنت؟ انا عندي انود اهو وادي الكاثود. لما هشغل الالكتريك كارنت عند الانود هيبدا السيلفر يحصل له اوكسيديشن، من سيلفر هيتحول لسيلفر ايون وهيفقد الالكترون، حصل له اوكسيديشن. وبعد كده يا اما السيلفر الايونز اللي موجوده في الالكترولايت يا اما هيحصل ترافلنج للايونز بتاعت السيلفر بعد ما تتفك من الالكترود ذات نفسه، بحيث ان هي لما تروح عند الكاثود يحصل لها ريدكشن. نفس الايونز هي اي جي بلس هتكتسب الكترونز، يحصل لها جيننج لالكترون عشان تتحول لاي جي ميتال، وساعتها السيلفر ميتال ده هيبدا يتكون على السيرفيس اوف ذا ميتال اللي انا عايز اعمل له بليتنج خلاص، بحيث ان هو هيتكسي كله، هيحصل له كوتينج كله بالسيلفر ده، وهيطلع عندي كانه هو عباره عن سيلفر سبون. بس النقطه ان هي مش سيلفر سبون، ده عباره عن ايرن او ستينلس ستيل ومعمول لها بليتنج بسيلفر ايونز. بستخدم الالكترو بليتنج دي عشان خاطر حاجتين، اقدر اعمل ماس برودكشن. انا مش همسك بقى انا عايز اعمل بليتنج لكل لطقم معالق وشوك، فانا هجيب حوض احط فيه سيلفر سايح وبعد كده افضل احط فيه معلقه وانشرها لحد ما تنشف وبعد كده تبقى دي دهنت. لا، ده انا بحط كل السبونز اللي انا عايزها متوصله كانها كاثود، وبقوم جاي حاطط كميه سيلفر كانها انود، وبقوم جاي موصل الكتريك كارنت، بيحصل يونيفورم كوتينج او يونيفورم بليتنج، بتطلع المعلقه كلها مكسيه بالفضه او بالذهب او بالاليمنت او الميتال اللي انا عايز اكسي بيه السيلفر وير دي بشكل يونيفورم، مفيش حاجه عاليه وحاجه واطيه، كلها طبقه واحده وبشكل كميات كبيره بتاخد وقت قصير، بعمل تايم سيفنج بالموضوع ده بحيث ان انا اعرف اطلع اطقم كتيره. ده ما يمنعش طبعا ان احنا لا يجوز لنا ان احنا ناكل ونشرب بالسيلفر سبونز والسيلفر فوركس والكلام ده كله، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاكل في انيه الذهب والفضه. فخدوا بالكم يا جماعه، مش معنى ان احنا بندرس الحاجات بليتنج يبقى خاص باليوتنسز اللي باخدها في الاكل والشرب، لا، دي ممكن تتعمل في حاجات تانية كتير عشان اعمل اقلل الراستنج واقلل الكروجن والكلام ده كله. بس هنا عشان اخدين المثال بالسيلفر فانا كلمتكم عن السيلفر. خلاص، بكده نبقى احنا خلصنا كوارتر 3، واتمنى لكم كل التوفيق والتفوق في الكوارتر ده. عايز بقى اشوف اربعينات كتيره. بليز لو في اي اقتراحات منكم لتحسين او تطوير الشرح او الفيديوز بخلاف الخط طبعا، لاني مش عارف اعمل خط احسن من كده بالجرافيك بين يعني، يكتبها لي في الكومنتس. واشكركم على المتابعه، ولو سمحت لو عجبك الفيديو بريس لايك، واعمل سبورت للشانل بتاعتي بالسبسكريبشن، وشير للفيديوهات دي لأصدقائك يعني. وربنا يوفقكم، وأشوفكم بإذن الله في كوارتر 4، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.